إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار. فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور. تبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. تلا جبريل عليه السلام قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا جبريل، أتضيع أمة الصلاة يا جبريل؟ فقال له جبريل عليه السلام: نعم يا رسول الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ليس بمعنى أضاعوا الصلاة تركوها بالكلية، ولكن أضاعوا الصلاة أي أخروا الصلاة عن أوقاتها. ما جزاؤهم؟ إنه يصلي ولكن يؤخر الصلاة عن وقتها، ما جزاؤه؟ فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه، يسير فيه سبيل أهل النار. وإن أودية جهنم لتستعيد من هذا الواد من شدة حاره. هذا لمن أخر الصلاة، فما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ قال سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله في هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال سعيد: ليس معنى أضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية، ولكن الذي لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، والذي يؤخر العصر إلى المغرب، والذي يؤخر المغرب إلى العشاء، والذي يؤخر العشاء إلى الفجر، والذي يؤخر الفجر حتى تشرق الشمس، فجزاؤه قال الله جل وعلا: فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم يا عباد الله، بعيد قعره، خبيث طعمه. وقال سعد بن وقاص رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يا سعد الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها،
سماهم مصلين، لكنهم لما تهاونوا بها وأخروها عن وقتها وعدهم بويل وهو شدة العذاب، وقيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فرط. وقال جمهور المفسرين في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قالوا أن المراد بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس، فمن اشتغل بماله في بيعه وشرائه ومعيشته وضيعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من الخاسرين، حكم الله عليه بأنه من الخاسرين في الدنيا والآخرة. هذا جزاء من يصلي ولكن يؤخر الصلاة عن وقتها، فما ظنكم بالذي لا يصلي؟ فما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ ما جزاؤه؟ ما مصيره؟ انتبهوا معي جيدا، لأن أكثر من المسلمين اليوم تهاونوا في أمر الصلاة وظنوا أن ترك الصلاة بالأمر الهين والمعصية اليسيرة. اسمعوا جيدا لتعلموا أن الأمر خطير وأن الأمر عظيم. يا تارك الصلاة، يا من ضيعت الصلاة، اعلم علم اليقين أنك ملعون عند الله جل وعلا. تارك الصلاة ملعون، تارك الصلاة ملعون. ووالله لو أنطق الله الجمادات، ولو أنطق الله الحيوانات، ولو أنطق الله كل شيء للعنت هذه الأشياء تارك الصلاة. جبريل عليه السلام اجمع إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فيقضي متر يا رسول صلى الله عليه وسلم: إنك يا جبريل أضيع الأمة إن الصلاة ما جبريل. إن سواه يا رسول الله الأمة مش أضيع. يقيم متر النبي عليه الصلاة والسلام. يقارن ابن عباس رضي الله عنهما بالآية: إن جواب جبريل معنا أضاعوا الصلاة تعكنا تنع وضد الجقاء. الآية يمتع إنج ونجو خارج الصلاة وتجب الصلاة في الوقت المس من يعنى الجزاء النس يتزرج ولكن يتوخر الصلاة الجزاء النس فسوف يلقون غيا. الغي ضد في جهنم يتجب في جهنم قع المكان الصمدل يتزد زي سيدان من درقيه مسحاب يمسيه مسحاب جهنم. كذلك يغضر من جهنم مرة التبن الزيت تان عرب العالمين أغسل في إسلاعك ما يميذ يسيغ الحرارة بمغار طمقرة قومي منايا يوميك وخارج الصلاة. فما مش النواس الجنشة، ما مش النواس الجنشة، ما مش المصير، ما مش غيري يوم القيامة. يحسن بانرو تعالون أنرو في السهنة ما مش غيري يوم القيامة. يبقى سيدنا سعيد سعيد بن المسيب رحمه الله إنش كذلك انتعوا يقال الآية: يتقلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إنش سعيد أضاعوا الصلاة واجبوا والساكنة أضاعوا الصلاة إنش منذ خرمتها مرعة واتجر عصا مرمغة واتجر مقابل الرحشة واتجر رحشة الرحشة واتجر جاء أفضل مقابل كوش من يعني من جزء النس أرسل على من يقاف دوبة يلقون غير الغيب ارضى لجهنم ذي سقع جهنم المكان نصف ماضي. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه استسقى الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى الايه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ان سيناء سعد ان دخالا صلاه الخمس اسم المصلين زاد جنوان ولكن الامير دخالا صلاه يوعد نار في العالمين في الويل. العلماء قال الويل شدة العذاب، العذاب يمغار يوم القيامة. لكيش تصير نغنيق إن شيخ ضار جهنم الويل حنطيق ضار جهنم مريك إن يزيدوا لأن الدنيا مرة بقصارة السنة حنشاء. كذلك قال العلماء
المستعين بأول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إن جاني تدير ذكر الله من خمس صلوات خمس. رب العالمين قال المؤمنين أين يؤمنون؟ قد نوسهم سريانو الطاروانو التجارة تدرينو قد نوسهم الصلاة ذير خمس. قول لا يجبنا يا مديني ذي الخاسرين يحكم خطأ في العالمين ذيري ذي الخاسرين واني غير هانك مني الطار والنص إذ يعرفكم الصلاة فذلك الصلاة ملعون قم قال ملعون ينفق زيار في ينفق زيار نار في العالم. رب العالمين الملائكة مرة من الجنب الجنب مهدين ويستيور هذي استيور أذلعنا طارق الصلاة واني واحد الجنجا أذلعنا أذلعنا فش ملعون طارق الصلاة ملعون يا إني فرش نجمة يا إني إرهانك مونديا الضياع الصلاة يا إني إرهانك المسلسلات بالأفلام السلام حي على الصلاة حي على الفلاح واتكس إن شاء تبنون الفيلم أسليكم تانسونا لغيك مرمارنا الفيلم يخني غيكات الضجن واتكين بو بالجمع طوني غيكات الصلاة أكل جمعة غاز تجل إهم يمغار خزيج الإثم ضمقران يجميج الكبيرة ضمقران من أكبر الكبائر عند علام الغيوب جل وعلا إثم تارك الصلاة للذنب تارك الصلاة للمحسنية تارك الصلاة أعظم عند الله من شرب الخمر ومن قتل النفس ومن الزنا تارك الصلاة ورني تاكل الصلاة كتاب دونيس الشراء كتاب دونيس الزنا كتاب دونيس القر تارك الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم أوشينا الفتوى بأن تارك الصلاة كافر. أنزوار السلطاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعلي ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال ابن حزم: لا نجد مخالفا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتوا جميعا بأن تارك الصلاة كافر كافر كافر. من تارك الصلاة ترك جحود وإنكار ونغى إن كان الصلاة أجي من الصلاة يكون كعلمها صلاة عليه شغله فمش قام القيودة يغرق من عمسة قام غافر إنه يتقبل من الله وفق الله وفق ونداف ترخى الصحابة ننش ونداف كافر. كذلك العلماء السلف العلماء التابعين زيد سفيان الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم أثوا بأن تارك الصلاة يستتاب ونفاح الصلاة. العلماء يقولون حسبهم مرة اختشارين زمان الكتب مزاد من قال إن شخص تارك الصلاة مزيز انتهى بيتو أدهم الصلاة ما لا يوقع ما بيتو الحد النزل الإسلام قتل حتى أبنو السيف الذي السيف في النواية الجنشة أنت الثارو أنت الفاميليين عقاب ذلك الصلاة قتل عقاب ذلك الصلاة أن يقتل بالسيف أن يضرب عنقه بالسيف هذا عقاب ذلك الصلاة وهذا حد مضيع الصلاة في الإسلام. يقال ابن القيم عليه رحمة الله تارك الصلاة كافر ويش شي منايا القرآن الكريم يذكى عشر الأدلة زي القرآن كيش الكتاب قناة كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ويقسم أضيغة أدين الغراء عرب الزيت قال في العالمين قا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إلى قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون أبوا ورفضوا السجود لله جل وعلا. انتبهوا وجه الدلالة من هذه الآية على كفر تارك الصلاة لابن القيم عليه رحمة الله وجه الدلالة أن الله جل وعلا بحكمه وحكمته وعدله
لا يجعل المسلمين كالمجرمين. رب العالمين حكيم، العدل النفس الحكمة النفس ويكتبوا المجرمين أم ينزل عمر يوم القيامة المجرمين من شغير. رب العالمين بيانا نفس بالقرآن، رب العالمين بيضا هو ممشي خسلتا أجل ملائكة الصف أبي شمدار النص المؤمنين يمسلم ممشي خطار النبي عليه الصلاة والسلام هذا عقل للمؤمنين هذا سجل السجود ما رجل وإذ جدت يوم القيامة هذه السجود. ولكن المنافقين ذيني وطبي السجن الدنيا أستاذ نفس الجل ولكن أعرف سري كيف شوف بي موسى أمي فنس موز ما لك في السجود. فقال العلماء ذلك دين تارك الصلاة تغقانا في الدنيا ما وحد ضد إتري هذا صحن قاسمي ولا خطى الموجود دوروس يولا نسور ولكن يوجد توقع الصحة إذا غير صار ولكن يوجد فمامش الناس ويقربوا أكي مسلمان وإذا ما غديك السجود أكي مسلمان. كذلك قال سعيد بن المسيب كانوا يسمعون حي على الصلاة وحي على الفلاح فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون. نشوف السرن دي الدنيا ما تقول الآذان من القيام دي القهوة قد يعرف عصلا كيرا يا فاتشير في أصل قد يعرف عصلا حي على الصلاة وحصد يوم القيامة خميغة يا جمالي أدي بسجود أعلم ده أمنين أم أنت بيموت وإذن ما يبسوي ما يمين دي الدنيا ما نشوف دي الدنيا تقول هيد ذلك تدمع عرب العالمين يحكم غزل يبقى الكعب الصحابي جليل إن شو الله الآية يا والتهويق بغض جنني طاكم في الصلاة الجماعة ولتعاد يعني شي حاجة إن شو الآية يا والتهويق بغض جنني طاكم في الصلاة الجماعة ذيك مزيلة. والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة فأي وعيد أشد وأبلغ من هذا لمن ترك الصلاة مع القدرة على إديانها. الدليل والاثنين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. رب العالمين اتعوضنا المؤمنين بغيرهم في الجنة السن المجرمين السنين الجنة جهنم من تزرينين هذا سنين من كني ويستثنى غصاقة من كني ويستثنى جهنم من غيرين دنزوى لم نكن من المصلي وتغنز الجشاء فنغفر نغفر من غيرين دنزوى لقاء أذنين وتغنز الجشاء. فالمجرمين عبد العالمين كيف يكون درامي المجرمين ضد المسلمين وتارك الصلاة والنساء من الصلاة نشق الآية أذنين نجد المجرمين السالكين في سخاء إذن ليس من المسلمين. الدليل المسلم ما في العالمين قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقال ابن القيم رحمه الله إن شنك أخرى الصلاة والنس إينا أذيرين ركيش من يخضع في جهنم. رب العالمين يوعد في الويل الويل بالقرآن الكريم بداية حج المشركين للكفار بعد نيل الآيات وهاب إذ قال رب العالمين ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة من مر الآية في جد القرآن الويل إذا حج المشركين للكافرين. الدليل المستضعف الآية يا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيرا. يقال كذلك دليل ابن القيم رحمه الله إن شئ إخضار إخضار زي النبي عليه الصلاة والسلام أذيرين بديس جهنم فإن ذلك الصلاة ليس غير العصاة من زلمان إن زلمان ويسكن المعاصف في الدنيا وكرين فوق بديس جهنم أذيرين بجهنم ولكن بجنة طبقات العليا فطارق الصلاة وجبوز أهل الإسلام. كذلك إذكار الإمام ابن القيم فنعاش من الأدلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة أبي الشيخ كذلك أربع الأحاديث لاختصار الوقت فقط. الحديث الوارقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة جواليا في الكفر ترك الصلاة.
كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام العهد جانشين ذنهنه لهمان سنة وذا ينجرومين بالمنافق. العهد جانشين ذنهنه صلاة وإنه غير تاكين الصلاة تايكبر. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونبح في الصلاة أدستير يوم القيامة بالنور بالبرهان السنج يوم القيامة، وإني وقت تحيي السنجة وقت تريبو الثو تديري بالطرام وقت تريبو البرهان وإن شمشة يوم القيامة. هذه توحشرة فرعون قارون بهامان أبي بن خلف، وإني تعكين الصلاة بدأت من غير حينزل هذه رحك المجرمين مقرنة يعيش مثل جهما. فإني في غير هانك ثمانية السرهان ثمانية في الصلاة أديري مك قارون، وإني غير هانك الملك من الصلاة أديري مك فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، وإني غتشغل الوزارة من الصلاة خلوق من الصلاة أديري مك هامان، وإني غتشغل التجارة من الصلاة أديري مك أبي بن خلف. يا أصحاب التجارة، يا إن تكون التجارة شحال يقولوا الخبرة تسير لك في السوق، في السوق المركب اللي يغري ولاد ميمون، غاتكون يرزق الصلاة ديرو، شنو العمل عبادة، التجارة عبادة، غاتحس مليح. أو إني غير هناك التجارة في وقت الصلاة، الضياع في وقت الصلاة، أذيني مات أبي بن خلف، أذيني مات أبي بن خلف في الدار في الأسفل من النار، هذا عقاب تارك الصلاة، ولد العقاب تارك الصلاة. كذلك الدليل المستعرض حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة واحدة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. وإني غير تأكد إجم الصلاة، إجم الصلاة متعمدا يقيم الزفيش نوعها يفقد الحيف نار في العالم ويتوحوله في الدين نار في العالم. فالدين بالأدلة الصحيحة على كفر تارك الصلاة. وإني غير تأكد الصلاة يعني قال إيش ما الصلاة واصل يخشى بعد ما إيش ما يترانكي العيش ما مش صوم ما مش بناء إيرومي. سيدنا عمر رضي الله عنه وقت غير استغاث مورا اللي استغاث حكم من استغاث الجنب برا يقال بالتمين ديت هم من غاو الصلاة قولنا غير يعني الصلاة يودي يعدي لكم وقولنا غير حفظ الصلاة يحفظ الدين مرة قولنا غير يعني الصلاة مرة من الزوالد الرياي. كذلك قال سيدنا عمر: لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة، ويتوسن الموال للدين الإسلام والنزاع في الصلاة، ولم يخالفه في ذلك أحد. وفي خلف أولي الجند الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لبول منا سيدنا عمر. لقد ذكر الإمام الذهبي في كتابه الجلال قصة حظ استملح اسمعوا جليلا. روي أن امرأة من بني إسرائيل جاءت إلى موسى عليه السلام فقالت: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما وقد تبت منه إلى الله تعالى، فادعو الله أن يغفر لي ذنبي ويتوب عليه. فقال لها موسى عليه السلام: وما ذنبك؟ قالت: يا نبي الله، إني زنيت وولدت ولدا فقتلته. فقال لها موسى عليه السلام: اخرجي يا فاجرة، لتنزل النار تحرقنا بشؤومك. فخرجت من عنده منكسرة القلب. فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا موسى، الرب تعالى يقول لك: لما رددت التائب يا موسى؟ أما وجدت شرا منها؟ قال موسى: يا جبريل، ومن هو شر منها؟ قال جبريل: تارك الصلاة عامدا متعمدا. إيش مغاتب بنو إسرائيل؟ تزغت ابن موسى عليه السلام الناس: يا رسول الله، قد جبريل من الذنب يمغى، جبريل إيش المعصية تنقران، ما شفتوه مغتبار في العالمين، عقبه مغتبار في العالمين، اجتي بالدعاء، قال في العالمين، أضيف الذنبينو، أخذيتو. فيستسد سيدنا موسى عليه السلام من اسم الدين ماذا المعصية؟ من ذنب في القرآن في الناس أو في قدمي في كيف الزينة أرمي غير شمي أنا غير أمي الجدع جارنا.
فيذقت موسى عليه السلام ان السخافين قد اعفن ايدي حرام ابني واحري قد هوشت السيح هذا نقطحاق مره سميت بجيل فاصبح الله منه ترود بول فيهوز جبريل عليه السلام ان يا موسى رب العالمين خرج من بذر المغارمين توبه ما ورثوا فيه اكتاف المغارمين اجتاح فاكتاف الشر اي جن الشر اكتاف المغارمين يا موسى فيتعن جبريل موسى إن من شوية جبريل من شوية ما جبريل إن تارك الصلاة عامدا متعمدا وني تاخذ السر محفوظ الشر كتاب أسرار في العالمين زبني نغي زبني جيل زينة زبني اسم الشر يا من يصلون في البيوت إني الضجة بتدري لماذا بنيت المساجد ما من ابنة زيلون إنكم على خطر عظيم إني الضجة بتدري نسل واتفيس المسجينة الضجة الصلوات الخمس أبقين خجل الخطا غمقة وإني غير ابن النير يموت فيه المعصية يعطى دار في العالم لأن العلماء الزيت لوينا قال من العلماء بأن الصلاة في المسجد فرض ومنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بأن الصلاة في الجماعة سنة مؤكدة ولو أخذنا بأقل الأحكام بأن الصلاة في المسجد سنة مؤكدة العلماء أربعة خامس صلاة من زيادة فرض أربعة خامس واجب لابد أربعة خامس سنة مؤكدة فما لم يشين بأقل الأحكام الحكم مستقطع أنني سنة مؤكدة فسنة مؤكدة ونذا سيطاكن خاص الإثم آثم إيقا المعصية يعتبر في العالمين يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام شفايا نغضرام في الحديث كفانا أن نسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب وفي رواية فأجب فإني لا أجد لك رخصة إجمع يستمح أجر إجمع يزبغى غربا يطويري يستغى النبي عليه الصلاة والسلام إنس يا رسول الله قال استغغوا بجر وقال مليت غيجو مثل غاش زينة واتويري خشا يا رسول الله أو شيء مع الرخصة ما تضجغني قلتا فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين زي صار رحمة ثم غار الصلاة والنبات زي استنزيني بشريع ميتش ولكن دي الحكمة في العالمين مش الحج أمر الله وإثبات اليوم إن يا رسول الله أو شيء مع الرخصة تضجغني قلتا إن توخى انتهي ويوالو حديثكم تنزيل هذا حديث عفوح إلى غيره إن تعالوا إن اسمه سرين الآذان سرين الآذان حي على الصلاة حي على الفلاح إن سوا إن سوا اختشتت نكبيج من الرواية المغنية إن سوا اختشتت قوى غالب ويا الرخصة إذ غزجر ذي فتة يا من الله عليكم بالوسط يا إن يومي وشغار في العالم من قصاوي يا إن يومي وشغار في العالم من طموبنا يا إن يومي وشغار يا إن يومي وشغار في العالم من الصحار ما غواتم في الشغل تنزيلا أن تضبط تنزيلا أن تسلام الآذان تنزيل دونس غارصوم بنا أن تسمى ما نحفى تنزيلا ولكن تغيما لذلك ابن أدم يتغيما يتفر رجل الشنة يتفر رجل المسلسلة أربع يتمر يتفر رجل الفيلم أربع يتمر يخني من يتكى أو يتضل من يتصلى في الجماعة من يتجاي مثل من دي تنزيلا وإن في صلاة الفجر من يتجاي مثل من دي تنزيلا وإن غير جاء مالي جاي مثل من دي تنزيلا وين غير حتى ملكة عن السلام ملكة عن السلام غاي مثل من يتجان دي القهوي الانترنت ذي موشان الغفلة المالة مخدا غاي مثل من يتجان دي البيوت نار في العالم أنا فيش الفرق مغار أنا فيش الفرق عجيب وطن يا من يتعبين الصلاة دي تنزيلا يا من ضيعتم الصلاة يا من هجرتم بيوت الله توبوا إلى الله ارجعوا إلى الله اتقوا الله يا اللي تدجن لتدرين قدم زيدا البنات بيت الله على أدنى أدنى سنزد في البيوت نار في العالمين توب سغاتي دار في العالمين عقبتي وغاتي دار في العالمين ابتو دار في العالمين
لأن الحاج مسلم وايد يجيب غير عظام جنة بالعظام يخلي تغير غاز مدينة مش حاج مسلم وايد يتغاز مدينة بغادي رمضان مش حاج مسلم وايد يتغاز مدينة بغادي الجمعة مش حاج مسلم وايد يتغاز مدينة إلا مرة واحدة إن جمعة واتجيبوا بشا للزج لا بشا للزج إن الزج في رمضان خدي غير عبد رمضان وارد الجنشاء إن الجنش من الشرك مغار أكل واحد الديان لأن مارك في رمضان ونرى في شهورة نغني مارك أشفايا نغنس سقال حديث من النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حلوة يقع النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصلاة في الخرف المنافقين في الفجاء العشاء معلك غسل يولى من ذي الرجاء الرجاء العشاء أداة ولو تمرد ولو خفة تنظيرا وقع منايا النبي عليه الصلاة والسلام انتبه لترى أين مكانك أين مصيره هل أنت من المؤمنين الصادقين أم من المنافقين وأنت لا تدري أنت أهم ليه كيف تعمل ليه شماك شكل المؤمنين الصادقين زجل كيف نصبح الاحتاج من زينا نراك شكل المنافقين شكوى الثاني دفع اخسر قريبا في الغوور من النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى تخدم مقامين يبقى قوان تبقى يستوى الورى أرض العالمين إلى تسكن الوعد أتحس بمريح أن كوريج من زينه أليس سيخدمس مش حيث درجة الريان رجاء للأسبوع تنزيل أمر المخزي برانه في غير الساعة اليد يخدمس يبجرطا اسمع جيدا يا من قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجل فيأم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزن من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار النبي عليه الصلاة والسلام الحديثة حدث اسم مريح إن اجتازوا أضع رجل أبيه هذا مع رجل قضي الزج سيولا أكيد من الجني وكان أبعثني في الشغل أضح زايد ذني الزج في تدري نزل أزايد نتحاق في تدري نزل صار ومسلم بس الحواج مسلم مرة من غد يدات أضيحة غزامي نتاج ملك النبي عليه الصلاة والسلام العلماء دقان باش نسل في الصالة الصالة في تزيلة لابد معلك واجب لابد أدير النبي عليه الصلاة والسلام ويهمموا ليك منايا فهم غير ترجم للبيت من سمري العذر الشرعي فهو لكثير يحتمر في العالم العذر الشرعي من يعنى الخوف تبدا نغضنزع نغض الترامسات نغض أصمي نغض السمرات نغض الحجاج التحاريات نغض ساس نجدنا في الأفلتش الجوزر تدلش نغضنا منه خامس ما أضيق ذا الحاجة النس يوضان صدر حوايجا إجا أخي استعبون صلاة الجماعة شان نغنق قال لا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اعلموا تارك الصلاة لا يقبل الله منه صيام ولا يقبل الله منه حجة ولا يقبل الله منه زكاة ولا يقبل الله منه صدقة والدليل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صرحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر الحسم مليح تارك الصلاة أرض العالم الواسد يقبر ظلمي واسد يقبر روحي واسد يقبر زكاة واسد يقبر صدقة واسد يقبر حسن الدليل من قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يوم القيامة مخبى حسب من يوم القيامة دمت وارد العمل الصلاة
مرض صلى صرح أكل شيء صرح مرض صلى واصرح شام فإحصاء فقال قال لك ابن القيم رحمه الله إن اجمع لي ذي شل عمل أرض العالمين أن يقدر ذي بنادم أدير النبي عليه الصلاة والسلام واحكم بو ونوى الزب جنشا ونوى في أحصرة أدير من الخاسرين أدير من الخاسرين. اللهم لو القلوب اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم نصيح القصة وقع للزمن باش ولا علم ان تعرف في العالمين ابن غير الله اولون ايش حنجات بهم دولة من دول الخليج تحجاتا هامورا قيولا فمرا هامورا يوين الزيانة كوفورا نعزر شقي نعزر دايس في تعلم دايس الوقت دايس سعاد نعزر دايس وشترى الله اكبر الله اكبر الناس اريد ان اصلي تنزل تبقى في العالم تحب النبي عليه الصلاه والسلام الناس نزلوا الزرجه الناس تسمعني قش بتسريف من بين دارنا وقوما البرنش على نشوه من عدرات فيحس حتى تملك الحق بروضه وقضي على كل شيء الناس نشوه الزرجه تخبروا اريد ان اصلي الناس مش مجرد نجرد نغاد رضا ما مش تكشي بالزمانة قادر دم جرد سمون المقابل عشاء الناس من الله الناس من الزغر الزرج ثم نقضي في دماغ المنين الناس يتايمو يتايمو بتوافضي على شكوة في دوار قمنا يبقى شكوة منها قمنا يتايم أبطي على شحاب الوقت عاوز إذا أنا بيحسن أجمنا على العاوز يجري الناس مرة من ديس قمر جيني والزغر الزرج وزوق الزرج ثاني ثالث في السنة طيب أنا أتوقع تروح قالوا لك مرة أروح من الزيارة برانشا من مرة تنجولا من مرة يتوقع تكير كل شيء بيعيد واحد يجارب أنا ما قال يقولوا لك تسغى وخمس تغى الزرج تضعب تغز أرض الخصة هو وفين تبسون إيه ورجان رجان قار مغاد هزندر وفين تموت رحمه الله الله أكبر ماتت وهي ساجدة لله رب العالمين أزكى يوم القيامة ساجد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم سدد رأيهم اللهم احفظ أولادهم اللهم احفظ قيودهم اللهم احفظ سنادهم اللهم انصر أمة الحبيب اللهم وحد جنوب المسلمين اللهم اجمع جبل المسلمين اللهم اعز المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم عليك باعدائهم اعداء الدين اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم شدد شملهم اللهم شدد شملهم اللهم دمر الارض من تحت اقدامهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين يا رب اصلح دار والنسلم يا رب اصلح دار والنسلم يا رب اصلح دار الغوابين يا رب اصلح بعض المغتلات يا رب اصلح بعض الخمس الشيخ يا رب اصلح بعض المقيد الهيروين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين يا رب اصلح مغارب المغارب المسلم يا رب اصلح يا رب يا رب اصلح يا رب اصلح الاسوار والاسلام يا رب اصلح الاسوار والاسلام يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من التبرج اللهم احفظ بلادنا من التبرج يا رب اصلح بسن التبرج يا رب العالمين يا رب اصلح بسن الوطا يا رب اصلح بمغارد الوطا يا رب اصلح الشجار والحجاب يا رب اصلح بمغارد الصوار والإسلام اللهم اصلنا في الدنيا والآخرة يا رب نقصد في الدنيا والآخرة يا رب غدر تحمد غارمو يا رب غدر تحمد غارمو يا رب غدر تحمد الوليدين غارمو يا رب غدر تحمد قندر يا رب غدر تحمد قندر يا رب احمر يوم القيامة يا رب السلام يوم القيامة يا رب السلام يوم القيامة يا رب السلام يوم القيامة
يا رب احضر الصراط على الغد نزار احضر الناس يا رب احضر الصراط يا رب احضر الوالدين الصراط يا رب احضر الوالد الصراط يا رب احضر الزلم المرأة الصراط يا رب وتعاون الزلم من قلنجة يا رب وتعاون الزلم من فرنسي يا رب وغد حسني غاجر يا رب عاوني يا رب غيريك اسم نصران يا رب يهزمنا الزلم وغد حسني غاجر عاوني يا رب وسط علي الزلم من اليمنى يا رب وسط علي الزلم من العراق يا رب وسط علي الزلم من الشيشة لأفغانستان لكشمير لبورما لفلسطين يا رب وسط علي الزلم من قلنجة يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمجرمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب الجدار والغوان من سنة يا رب وتكسب الإسلام يا رب وتكسب الإيمان يا رب ما روي إلى أخبار الذنوب يا رب ما روي إلى معزخات يا رب ما روي إلى وصلح دار والنار يا رب وصلح لي يا رب وصلح لي سمتنا يا رب وأهل لي ريحمتنا يا رب وسوق لي مسلم لحبوسا يا رب وأهل الدار والإسلام لحبوسا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا كتف مع كتف قدم مع قدم نجوى لنشون شوهم شان يعطيكم مسك أديم الله صوت جزاك الله أحبكم استوى أديم الصفوف الأول بالأول توجههم للصراط الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.